كان الوالد في مكتبه في مربع خشب في البلاد، جيت البلاد زرته، كان له المتحف الثقافي الألماني اسمه كورين السمر، وفي شهر أخذ شهادة الراجل، ما قلت شهادة، أخذ شهادة الراجل، الراجل وقف وجلس، وقف وجلس، سكت وبيقول لي سكت، طلع وكان عارف الكورن السمعي، فطلع الأول المنطقة الجغرافية، فدمعت عين والدي، بقول بيض الله وشك، كان هذا بالنسبة لي الريورد، الكف مكافأة لأبوهم.